تكافؤ، إدماج احتياجات المرأة والرجل، تكافؤ الفرص بين الجنسين. المرأة والرجل معا من أجل مجتمع حضاري ينهض بالوطن. تكافؤ بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة. تقديم سلمان علي. أعداد التقارير مريم فقيهي ويحيى العمري. الإشراف العام فاطمة زمان. الإخراج عيسى المطوع. من جديد نصحبكم مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة البحرين في إطلالة جديدة على أبرز مكتسبات مساعي تكافؤ الفرص بين المجلس الأعلى للمرأة والمؤسسات الحكومية في مملكة البحرين في برنامجكم تكافؤ. في حلقتنا لهذا اليوم نضع لجنة تكافؤ الفرص بوزارة الإسكان تحت مجهر التحليل، ونتعرف كذلك إلى أبرز الخدمات الإسكانية المقدمة للمرأة وكذلك شروط الاستحقاق لهذه الخدمات ومدى تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص في هذا المجال بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة. بداية مستمعين الكرام تقبلوا أجمل أمنيات المودة من فريق العمل المصاحب لكم في هذه الساعة الإذاعية، والتحية الأولى تأتيكم من الإشراف العام ومن التقديم مني مريم فقيهي. من استطلاعات الرأي يحييكم يحيى العمري، ومن الأخراج أجمل التحيات من عيسى المطوع. الخدمات الإسكانية هي أحد أهم مسارات التكافؤ اللي تسعى المرأة البحرينية إلى بلوغها نظراً لأهمية توفر المسكن الملائم لكل امرأة. لذلك راح نناقش هذا الجانب بشكل مستفيض مع ضيوفنا في هذا المساء في استوديو إذاعة البحرين، الأستاذة رنا خليفة مديرة مركز دعم المرأة بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة. نرحب فيك معنا الأستاذة رنا. هلا مرحبا. وكذلك الشيخة حصة الخليفة مدير إدارة السياسات الإسكانية وتخطيط الاستراتيجي بوزارة الإسكان ورئيس لجنة تكافؤ الفرص بالوزارة. يا هلا وسهلا فيك الشيخة حصة. يا هلا ومسهلا فيكم. قبل ما نستهل الحوار عن المرأة والخدمات الإسكانية مع ضيوفنا الكرام، نذكركم مستمعينا أن المجال مفتوح لكل من يرغب بالمشاركة معنا في موضوع الحلقة عن طريق خطوط البرنامج 17684888 وأيضا 17683191. يمكنكم أيضا إرسال أسئلتكم وآراءكم واقتراحاتكم عبر حسابات المجلس الأعلى للمرأة على شبكات التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، جوجل بلس وإنستغرام على SCW بحرين. رح نفتتح هذه الحلقة بتقرير يتناول أهمية لجنة تكافؤ الفرص بوزارة الإسكان ويوجز أهم التطورات في نوعية الخدمات الإسكانية المقدمة للمرأة. جاء تعميم ديوان الخدمة المدنية بشأن إنشاء لجنة دائمة تسمى لجنة تكافؤ الفرص في جميع الجهات الحكومية والمؤسسات الرسمية، ليمثل مكتسباً إضافياً للمرأة البحرينية العاملة في حوالي 53 جهة حكومية معنية بهذا التعميم. هذه اللجان تضم أعضاءً ممثلين عن جميع الدوائر والأقسام في الوزارة أو المؤسسة، ويرأسها مسؤول رفيع المستوى يبدأ من درجة وكيل مساعد في ضمانة راسخة لفعالية عمل اللجنة وخططها التنفيذية. أحد أهم هذه اللجان وأبلغها تأثيراً بالنسبة للمرأة هي لجنة تكافؤ الفرص في وزارة الإسكان، وتأتي أهمية هذه اللجنة من الحاجة العميقة إلى الخدمات الإسكانية لدى المرأة البحرينية، وتحديداً فئة الأرامل والمطلقات ممن اصطدمت رغبتهن المشروعة في العيش الكريم بالإجراءات والاشتراطات الإسكانية القديمة.
البذرة الأولى لحفظ حقوق المرأة في الخدمات الإسكانية جاءت مع تشكيل المجلس الأعلى للمرأة وقيام المجلس بحلحلة أبرز الملفات المتعلقة بالمرأة ومنها ملف الإسكان، وسرعان ما تخلقت ثمرة تعاون المجلس مع وزارة الإسكان بصدور القرار رقم 12 لسنة 2004 بشأن حق المرأة البحرينية في الانتفاع بالخدمات الإسكانية، والذي ترتب عليه منح المرأة البحرينية المعيلة حق الحصول على السكن ومعالجة الحالات الخاصة أيضا بما يضمن عدم التمييز بين الرجل والمرأة. في العام 2006 صدر القرار رقم 83 بشأن تعديل وتطوير معايير الاستحقاق. هذا القرار وسع دائرة المستحقين ليشمل المرأة المطلقة والأرملة والعازبة، وبذلك انفتح المجال واسعا أمام الوزارة لكي ترفع الكثير من المعاناة التي تتعرض لها المرأة البحرينية من هذه الفئات، بما أن الطلبات الإسكانية هي المحور الرئيسي للحالات التي ترد لمركز دعم المرأة التابع للمجلس الأعلى. وجاء مشروع مساكن الذي قامت بوضع حجر أساسه صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، وهو مشروع مشترك بين المجلس الأعلى للمرأة ووزارة الإسكان يوفر عمارات سكنية لفئة المطلقات والأرامل والمهجورات بهدف حل مشكلات هذه الفئة من النساء. ولكن على الرغم من جميع الجهود المخلصة لدعم الحق الإسكاني للمرأة البحرينية، فإن احتياجاتها الإسكانية على وجه التحديد لم تأخذ حقها المأمول بسبب اتساع رقعة الهم الإسكاني في مملكة البحرين. لذلك تأمل الكثير من النساء من وزارة الإسكان أن تضع سياسة إسكانية تترجم بشكل كامل مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل الذي ينص عليه الدستور وميثاق العمل الوطني. الملف الإسكاني هو أحد أبرز الملفات الخدمية الساخنة في البحرين، ومعظم ملاحظات ومشاكل المواطنين والمواطنات خصوصا اللي توصلنا عبر إذاعة البحرين تتمحور حول هذا الملف بمختلف تشعباته. لذلك أتصور أن كل الشروحات اللي راح نقدمها في هذه الحلقة، كل التفاصيل اللي راح نبرز من خلالها الصورة الإجمالية للملف الإسكاني في البحرين راح تكون مهمة جدا لجمهور المستمعين بشكل عام وأكيد للمستمعات على وجه التحديد. راح نبتدي معاك الأستاذة رنا. تحديدا مملكة البحرين تسعى دائما إلى توفير احتياجات المواطنين بشكل عام بإعاز من ميثاق العمل الوطني من دستور مملكة البحرين. الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية تحاول بشكل خاص توفير حياة كريمة لفئة حيوية من المواطنين هي فئة النساء. كيف يتم الربط والتوفيق بين هذين الخطين المتوازيين من الجهود الرسمية خصوصا في ظل حساسية الملف الإسكاني؟ طبعا احنا عندنا في المجلس على المرأة مركز دعم المرأة، وهو يعتبر واجهة المجلس وهي اللي تتعامل فيها مع المواطنين بشكل مباشر. خدمات المركز تشمل تقدم هذه الخدمات من خلال أقسامها الثلاث اللي هي عندنا قسم الشكاوى وقسم الإرشاد والتوجيه وقسم البرامج والمشاريع. تحت قسم الشكاوى هناك نقدر نقول أن في وحدتين، وحدة الخدمة الاجتماعية ووحدة الخدمة القانونية. طبعا الملف الإسكاني يتم التعامل معه من خلال وحدة الخدمة الاجتماعية. طبعا المرأة البحرينية اللي عندها طلب إسكاني تقدر أن هي تتقدم إلى مركز دعم المرأة برقم الطلب، ويتم تسجيل هذا رقم الطلب عندنا وبياناتها، وتصير بعدين متابعات مع المعنيين في وزارة الإسكان بخصوص طلبات النساء البحرينيات. إذا كانت المرأة البحرينية اللي تقدمت للمجلس ليس لديها رقم طلب، يتم المعنيات هناك الاستقبال يفيدونها بالإجراءات المطلوبة منها ويوجهونها المعنيين في وزارة الإسكان، فتقدم طلبها هناك وتينا بأوراقها، وبعدين مثل ما قلت
تصير ضمن قوائم المجلس وتصير فيها المتابعات مع وزارة الإسكان. احنا كمجلس احنا ما نقدم الخدمة مباشرة، احنا كمجلس نحاول ان احنا ننسق ويا المؤسسات الخدمية عشان نسرع عملية توفير هذه الخدمات للمرأة البحرينية. نقدر نقول حلقة توصل بين المرأة البحرينية وبين وزارة الإسكان وقناة لتسهيل وتسريع مثل هذه الإجراءات. ننتقل لك الشيخة حصة الخليفة. طبعا وزارة الإسكان هي من أول الجهات الحكومية اللي بادرت بإنشاء لجنة تكافؤ الفرص استجابة لتعميم ديوان الخدمة المدنية بهذا الخصوص. كيف تنعكس اختصاصات هذه اللجنة، لجنة تكافؤ الفرص، على المهمة الأساسية لوزارة الإسكان وهي توفير الخدمات الإسكانية؟ شكرا أختي مريم. طبعا إدماج احتياجات، وفعلا يعني الوزارة كانت من المبادرين في إنشاء هذه الوحدة أو اللجنة، وكذلك يعني في تحديد مهامها بالتنسيق مع الأخوات في الإخوان في المجلس الأعلى للمرأة. وأهم ما أتت هذه الوحدة في القرار يعني أنها تقوم به هو إدماج احتياجات المرأة في جميع مجالات عمل الوزارة، التأكد من تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في توفير الخدمات الإسكانية، وهو جانب جدا مهم بالنسبة لكون وزارة خدمية وتقدم خدمات اجتماعية واقتصادية للمواطنين، العمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الموظفين، وضع مقترحات لسياسات ومشاريع داعمة لتكافؤ الفرص في مجال الإسكان، وكذلك التنسيق والتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة لمتابعة الشكاوى المقدمة من المقدمين الطلبات وغيرها، بالإضافة إلى تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية المعنية بإدماج احتياجات المرأة في التنمية والموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة وغيرها من الأمور اللي ممكن أن هي تعزز استفادة المرأة تأكد من حصول تكافؤ الفرص في كافة المجالات، لأن المرأة في الأساس كانت تستحق الخدمة الإسكانية بالتبعية لزوجها، كون أن زوجها له وفق ما يقرر قرار الإسكان رقم 3 لسنة 1976 اللي أهله أو للتقدم لخدمة إسكانية، ولكن تم تعديل هذا القرار في 2006 بموجب قرار 83 ل2006 واللي منح حق مباشر للمرأة في الحصول على الخدمة الإسكانية بأشكالها المختلفة، سواء كان بيت، شقة، قرض، قسيمة أو إيجار مؤقت. جميل. وذلك من خلال ما شمله التعريف الفئة الثانية المستحقة للخدمة الإسكانية، والتي نصت بالتحديد العبارة على الأسر ذات العائل الواحد، سواء كان رجل أو امرأة مع قاصر أو أكثر. هذا النص يتيح صراحة للمرأة أن تتقدم بشكل مباشر بالطلب للحصول على الخدمة الإسكانية، كون أنها تعتبر ربا للأسرة وفق ما تقررت المادة من هذا القرار. جميل. وهذه القرار تحديدا الشيخة حصة هو من أهم المكتسبات اللي تحققت للمرأة البحرينية تحديدا في مجال الإسكان، أنها تقدر تحصل بصورة مباشرة على الخدمة الإسكانية بمختلف أشكالها مثل ما تفضلتي، دون الحاجة إلى أن يكون هناك رجل وسيط بينها وبين الخدمة الإسكانية. فعلا الوزارة قيدت هذه الاستفادة، ما فتحت هذه الاستفادة على مصراعيها لجميع النساء بمختلف الظروف ومختلف الفئات، قيدت هذه الاستفادة نقدر نقول بمجموعة من الشروط. لو تبينين لنا ما هي الشروط وما هي جدوى هذه الشروط؟ طبعا في البداية أن يعني الاشتراطات يعني يجب أن هي تكون ربا للأسرة وتكون يعني معاها قاصر أو أكثر، يعني تكون عندها حضانة الأولاد. بالتالي يعني يمكن أحتاج أني أتكلم عن القرار نفسه ونشأته قبل أن أنا أتكلم عن اشتراطاته. إحنا لا ننسى بأن مملكة البحرين يعني كدولة كانت من الدول الرائدة في مجال الإسكان وفي تقديم الخدمة الإسكانية، يعني إحنا عندنا تجربة تفوق 40 عام يعني في هذه تقريبا أعتقد 46 سنة نقدر نقول المملكة قاعدة تشتغل في هذه القطاع.
في هذه 46 سنة أعتقد أن كان هناك يعني تعريف الأسرة نوعا ما والتغيرات الاجتماعية التي طرأت على ذلك حتمت على ذلك أن يكون هناك تعامل يعني كذلك جديد. لما إحنا كنا نتعامل مع الأسرة الحين قمنا نتعامل مع رب الأسرة، فهذه اللي يعني من وراءه أو بسببه يعني أتى الحاجة لتغيير القرار، بحيث أنه هو مو بس يعني اللي يستفيد هو رب الأسرة وتعريف الرب الأسرة على أساس أو رب الأسرة على أساس أنه هو الرجل، لا، يجب أن تعريف رب الأسرة كذلك أنه ممكن أنه يكون مرأة وممكن أنها تكون معيلة. فهذه هي جزء من الـ يعني الاشتراطات لهذه الشيء. على خطوط البرنامج 1768488 وأيضا 1768311 نستقبل مداخلات وملاحظات المستمعين والمستمعات الموجهة تحديدا إلى وزارة الإسكان والموجهة كذلك للمجلس الأعلى للمرأة فيما يتعلق بتقديم الخدمات الإسكانية للنساء. معنا اتصال من أم محمد. مساء الخير أم محمد. يا هلا أختي. يا هلا ومرحبا فيك معنا. أم محمد، شنو هي ملاحظتك أو مشكلتك كامرأة فيما يتعلق بالحصول على الخدمة الإسكانية؟ حبيبتي، أنا قدمت طلب الإسكان زين، خصوصي يعطوني بيت زين، وراجع لهم وأروح لهم قالوا لي أنت الحين ما تستحقين، بنتك صغيرة صار عمرها حين 18 سنة. في أي سنة قدمتي الطلب أختي أم محمد؟ 2008. 2008. أي نعم. زين، قلت لهم زين دخل الله لو تعطوني شقة تمليك زين، وأنا مطلقة زين. قالوا لي إن شاء الله بنعطيك. كل مرة أروح أراجعهم يقولون لا تو الناس تو الناس. وأنا حين ساكنة في الزلاق أجار 170 زين، وأشتغل عاملة في مدرسة زين. طيب الحين الحين يعني هل في مثلا كلام واضح من وزارة الإسكان أنك ما تستحقين؟ لا والله، لا الحين ما ردوا علي خبر، ما ردوا عليك، ما في إجابة واضحة. أي ما في. وأنا أختي يعني أعاني، يعني واحدة مريضة، فيني ضاق، فيني سكري، فيني كوليسترول، يعني واحدة تعبانة مريضة. وثاني شيء خايفة يعني ما يعطوني، يعني أنا أستحق، أنا مطلقة. طيب. دخل الله أنا ما بي بيت، لا يعطوني شقة تمليك حق بناتي، يعني باكر لا رحت من هالدنيا أقل شيء حق بناتي. لا تشطلت العمر يا أم محمد، بس حين إن شاء الله راح نسمع تعليق استاذاتنا يعني الأستاذة حصة وكذلك الأستاذة رنا. عليكم إن شاء الله، يعني تعطوني لشقة تمليك بس، أنا وايد تعبانة أختي، يعني ساكنة طابق ثالث، وصوري أنا فيني ضغط وسكري وقدة ونوزة، والله العظيم ساعات أشيل الأغراض أقعد أصيح. الله يعطيك الصحة والعافية أم محمد. الله يعطيك الصحة والعافية أم محمد، تحياتنا لك، شكرا جزيلا. شكرا لك. إذا استمعنا إلى قضية الأخت أم محمد، يمكن أيضا تتشابه وتتقاطع مع قضايا العديد من المواطنات. هي تقول أن هي مطلقة، قدمت طلب في سنة 2008 لكن لسبب ما لم تحصل حتى الآن على طلبها اللي قدمته. وقالت الأخت أم محمد شيء، أنهم قالوا لها أن بنتك صار عمرها 18 سنة. يمكن الأخت أم محمد مو واضح عنده الموضوع، أن هل بناء على وصول بنتها لهذا العمر هل هي تستحق أو ما تستحق؟ شنو بشنو تقدرين تفيدينها الشيخة حصة؟ يعني هو يجب أن احنا، أنا طبعا مطلع على القضية ولا عندي يعني مثلا أي معلومات عنها بشكل يعني مثل ما يقولون محدد، ولكن بشكل عام هو يعني مهم أن هي تعرف أولا إذا كان طلبها يعني قائم، ونفترض إذا كان طلب قائم معناته أن هي في دور أن هي تحصل على الشقة الإسكانية، هذه إذا كان الطلب قائم. فهي مجرد يعني توافر لما يكون يعني المشروع يجهز أو كذا، وحسب المنطقة وحسب الأنظمة كذلك، يعني وعندها طلب ليس هناك ما يمنع يعني، وأن طلبها لم يتم إلقائه. إذا كان هناك يعني أنا ما أعرف، لأن هذه الكلام اللي هي قالته هل هي يعني مثلا أحد قال لها يعني
وبناء عليه تم إلغاء الطلب أو الطلب ما زال قائم. أنا أعتقد إذا كان الطلب ما زال قائم ما عندها أي يعني ما أعتقد إن في هناك أي مشكلة. ما في عائق إن عمرها البنت وصل عمرها لـ 18 سنة؟ هي يعني أنا مثلاً يمكن ما أقدر أفيدش في هذه الجانب بالتحديد، ولكن القانون أشار بالتحديد أن اللي يقدر يتقدم إلى الطلب هي الأسرة ذات العائل الواحد، سواء كان رجل أو امرأة مع قاصر أو أكثر. فهذه هو النص الصريح في القرار المشار إليه. لكن قضية يعني هناك ساعات في بعض الأحيان، يعني لأن تعرفين يعني ساعات فترات الانتظار تكون بين تقديم الطلب ووقت التخصيص، يعني تأخذ لها يعني بعض السنوات لما أن هي تم هذا الشيء، ف يعني يأخذ لها بعض الوقت أن هي يعني يتم تلبية الطلب. فهو يعتمد دائما على وقت المراجعة، يعني إذا كان في هناك مراجعات دورية في بعض الأحيان يتم طلب تحديث معلومات معينة وتحديث معلومات بخصوص أصحاب الطلبات. يعني الظروف اللي ينظر إليها هي ظروف المراجع، وقت المراجعة وليس وقت تقديم الطلب. إيه يعني وقت الـ نعم وقت الـ مراجعة. وقت المراجعة والتخصيص طبعا. طيب ننتقل لك أستاذة رنا. المجلس الأعلى للمرأة لديه دائما آلية تنسيق مع وزارة الإسكان مثل ما ذكرتي، متمثلا في مركز دعم المرأة، خصوصا فيما يتعلق بالفئات الخاصة من النساء كالمطلقة والأرملة والمهجورة وغيرها من الفئات. لو تحدثينا بشكل مفصل عن هذه الآلية وعن التعاون اللي تلمسونه من وزارة الإسكان حيالها. حاليا نقدر نقول أن التعاون فيما يتعلق بالفئات اللي تستحق الخدمة الإسكانية أنه هو جاري ومستمر بشكل منتظم. اللي نطمح له أن يتم التعجيل فيما يتعلق باستحداث الفئة الخامسة، لأن هي بعد فئة من الأرامل والمطلقات يتطلعون الاستفادة من الخدمة الإسكانية، وجاري بيننا وبين المعنيين في وزارة الإسكان العديد من الاجتماعات الدورية لاستعجال هذه الموضوع. شنو هذه الفئة أستاذة رنا؟ الفئة الخامسة تغطي الأرامل والمطلقات المهجورات والمرأة العزباء اللي ما تستفيد من الخدمة الإسكانية، اللي ممكن تكون إن هي ما تحتضن أولاد، ما يكون عندها أولاد، أو إن أولادها طافوا سن الحضانة، أو إن هي متزوجة من غير بحريني فأبنائها غير بحرينيين. فإحنا تلمسنا إن في حاجة لهذه الفئة، كانوا يلجؤون إلى المجلس من خلال مركز دعم المرأة، وهذه الفئة ما تنطبق عليها شروط الخدمة الإسكانية. طيب شيخة حصة، إلى أي مدى في وزارة الإسكان ينظر إلى الحالات النسائية الخاصة بنظرة استثنائية مثل المطلقة، الأرملة، المهجورة؟ إلى أي مدى تنظرون لها بنظرة استثنائية؟ يعني طبعا هو في بالعادة يعني هناك تعرض بعض الطلبات على لجنة الإسكان، ولجنة الإسكان تنظر لهذه الطلبات وفي بعض الأحيان تحيلها إلى قسم الدراسات والبحوث لقيام دراسة ميدانية، يعني دراسة اجتماعية على وضع الأسرة والتأكد وذي، وإعادة عرضها على لجنة الإسكان. مثل ما تعرفين أختي، يعني هو دائما يعني في كل الذي يوضع قرار ويوضع مثلا توضع أنظمة، إلا أن يعني لابد أن هناك يعني مثل ما يقولون مجال للنظر في هذه الاستثناءات ولو بشكل يعني مثلا، وفي هناك يعني مثل ما خلينا نقول آلية للنظر لهذه الاستثناءات في وزارة الإسكان عن طريق لجنة الإسكان بالتحديد. جميل. فإذا هذه النظرة الاستثنائية تخصص لمواطن أو مواطنة من بعد دراسة حالته دراسة شاملة من قبل اللجنة الموجودة في وزارة الإسكان، والتأكد من أحقية هذا المواطن بهذه النظرة الاستثنائية والتخصيص للخدمة الإسكانية. إذا نواصل معكم المستمعين الكرام في استقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم في هذه الحلقة عبر خطوط البرنامج 17684888 وأيضا 17683191. معنا أم جاسم. يا هلا وسهلا فيك أم جاسم. ألو. أهلا أم جاسم. أهلا بك. يا هلا وسهلا فيك معنا. الله يسلمك أختي وخليك. أم جاسم، شنو قضيتك تحديدا مع وزارة الإسكان أو الرسالة اللي حابة توجهينها؟
أنا بسكان من 2007 حبتي من الديوان من أحمد الكعبي اللي إحنا مستشار سوختي ما قصر يعني ودي أوراقي لسكان زين من 2007 أراجع رايحة يايا رايحة يا رايحة أنا ما عندي سيارة أختي تعبت كلها يقولوا خصصولك أختي مجاسم خصصولك وحدة سكنية لا ولا عطوني طلب يعني هو صار في مخاطبة عن طريق الديوان الملكي لوزارة الإسكان بخصوص أنك أنت مطلقة أختي جاسم وحابة تحصلين على وحدة سكنية لكن إلى الآن ما حصلتي عليها صح؟ لا أنا مطلقة أختي و29 سنة مشتقلة مراسلة مستشفى العسكري واحد من 1/8 طلعت قاعد وأنا تعبت يعني ما عندي سكن وأنا أروح وايا طيب شنو مثلا السبب اللي أخر الموضوع مثل ما يقولون لك الإخوان في وزارة الإسكان؟ ما أدري على قلت ما تعيلين عيال صغار يقولون لي شنو عمر أبنائك أختي جاسم؟ إحنا يعني إحنا الأول يعني بغاتنا بعد يكبرونا علشان الجواز أختي إحنا ما ندري بعد طيب أم جاسم شنو عمر أبنائك؟ عمر أبنائي والله متزوجين أختي كبار عندهم عيال طيب إحنا راح نسمع احنا راح نسمع التعليق ان شاء الله من ضيفاتنا في الاستوديو شكرا لك يا ام جاسم شكرا حبيبتي بقول لك شوت عندي بطاقه حبيبتي من مجلس المرأة من عند الشيخ السبيتي الله يخليها انزل حق سكن استثنائي بعد كل ما راجع اختي للحين ما سووا لي شيء بعد فاذا احنا شيوخنا ما يقصرون الله يخليهم ويطول في عمرهم بس ما ادري شو القصه اختي يعني مرة ضايعه ما عندها مكان بعد ما يصير اختي احنا راح نسمع تعليق ضيفاتنا الموجودات معنا في الاستوديو من المجلس الاعلى للمراه وايضا من وزاره الاسكان على موضوعك ام جاسم تحياتنا لك شكرا لك فاذا الاخت ام جاسم ايضا عندها طلب اسكاني لكن مثل ما ذكرت ابنائها اصبحوا معيلين متزوجين ومستقلين بحياتهم فبالتالي خبرتنا ان الاخوان في وزاره الاسكان خبروها ان هي ما تستحق الوحده السكنيه لهذا السبب تعليقكم ضيفاتنا طبعا يعني في البداية يجب أن احنا يمكن هذه الموضوع ذكى يعني أشار إلى نقطة مهمة جدا يجب أن احنا نميز ما بين الناس اللي موجود عندهم طلبات إسكانية والناس اللي لم تقبل لهم طلبات إسكانية لأن الناس اللي لم تقبل لهم طلبات إسكانية معناته أن هم يعني لا يعني القرار نفسه ما يسمح أو القانون نفسه ما يسمح أن هم يعني يقبل لهم طلب ولذلك يعني احنا مو بس وقفنا او وجد هذا القانون ووقفنا عنده لذلك هناك يعني جوانب اخرى الفئه الخامسه اللي ذكرتها اختي رنا وكذلك مشروع مساكن اللي تفضلت به صاحبة السمو الأميرة سبيتشة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البلاد المفدى ورئيسة المجلس الأعلى للمرأة واللي تفضلت بوضع حجر الأساس له مشروع مشترك بين المجلس الأعلى للمرأة ووزارة الإسكان يقوم على أساس توفير عمارات سكنية لفئة المطلقات والأرامل والمهجورات وأتى هذه المشروع لحل مشكلات هذه الفئة من النساء اللي لا ينطبق عليها القرار جميل إذن الشيخة حصة هناك اتجاه واضح وصريح من وزارة الإسكان إلى أيضا النظر في الحالات الأخرى من النساء اللي مثل ما ذكرتي ما تنطبق عليهم الشروط الحالية وما عندهم طلب لتخصيص الخدمة الإسكانية وأيضا ما عندهم طلب لأن ما تنطبق عليهم أيضا شروط تقديم الطلب لكن السؤال يمكن اللي يدور في أذهان أكيد الكثير من المستمعين والمستمعات اللي يسمعوننا في هذه اللحظة متى راح يطبق هذا القرار بشكل فعلي وهو النقطة الأهم اللي تهم كل المواطنين والمواطنات على وجه التحديد متى راح يطبق هذا القرار؟ طبعا هو مثل ما ذكرت أختي رنا هو جاري العمل على دراسة يعني الاستحداث هذه الفئات القضية اللي احنا امامها ودائما يعني اعتقد انه يمكن يعني تغيب عن ذهن المواطن بان يعني هو المواطن دائما يفكر بالخدمة اللي بالنسبة له لكن هناك جوانب أخرى يعني البيت أو الشقة أو هذه يعني مو بس هو موجود اليوم وإحنا يعني كوزارة إسكان ما بقاعدين ان احنا نسلمه او هو شيء في يدنا فعند استحداث اي فئه جديده يجب ان يدرس هذا الموضوع لان هذا الموضوع يتطلب الى يعني اعتمادات ماليه ويعتمد يعني موافقات ووجود
الموارد نفسها لتحقيق هذه الطلبات. فما ممكن ان احنا بعد نحط نفسنا في موقف بحيث يعني يكون مسموح من حيث القانون لكن من جانب اخر ما نقدر نلبي لهذه الشيء. انا اعتقد يعني مثلا حتى في البحرين في مملكة البحرين في 60 سنة اللي مضت شكل الاسرة يعني او المجتمع نفسه وشكل الاسرة تغيرت لان احنا رحنا من العائلة الممتدة الى العائلة الاساسية يعني اللي هي يعني من اللي قبل كانوا بيوت عايشين فيها يعني جد وجدة وعيالهم وعيال عيالهم أحفادهم كلهم في مكان واحد. احنا الآن استقلت الأسرة لتصبح ان اب يعني صارت مثل ما يقولون الأسرة النووية او يعني الأساسية اللي هي اب يعني زوج وزوجة وابنائهم. وهذه يعني اللي يمكن بعد غير الاحتياج نوعا ما يعني احنا فعلا وجدنا ان هذه شيء. هذه الامور كلها يعني يمكن من احنا نتفهم الجانب الاخر جانب المستفيدين وجانب المواطنين اللي هم يشكلون الحاجه نفسها ولكن من جانب اخر يعني يجب ان احنا ناخذ هذه الحاجه نفسها ونترجمها الى يعني تلبيه لهذه الاحتياجات ومن خلال توفير المساكن الصحيحه اللي تتناسب مع احتياجاتهم او بمعنى وتوفير آخر. وتوفير كذلك يعني توفيرها من خلال يعني بكافة خلينا نقول الدعامات القانونية الاقتصادية الاجتماعية وغيرها يعني مع توفير الموارد والاعتمادات. جميل جميل. إذن بعبارة أخرى وزارة الإسكان تنظر يمكن إلى الصورة الكاملة بينما يمكن المواطن ينظر إلى الصورة من زاويته الخاصة أو من بصورة جزئية من زاوية المشكلة اللي يعاني منها. فأكيد الصورة الكاملة والمصلحة العامة مقدمة دائما على المصلحة الخاصة. وفعلا يعني هذا الكلام اللي تفضلتي فيه هو صحيح. يعني اللي أحب أقوله للجميع إنه هو عمل قائم ومستمر. جميل. فإذن هناك فرصة متاحة في الأيام المقبلة مثل ما تم في 2006 إقرار قانون استحقاق المرأة بشكل مباشر للخدمة الإسكانية مع بعض القيود والشروط. أكيد مع الأيام مع مزيد من الدراسات مع مزيد من التنمية والتطوير في هذا القطاع أكيد راح توسع الدائرة وراح تشمل العديد من النساء المستحقات في المستقبل. نرجع لك أستاذة رنا وحابين نتوسع في الحديث عن مشروع مساكن اللي مثل ما ذكرت الشيخة حصة يلبي طلبات الفئة اللي يعني تحس إن هي مظلومة شوي لأن هي ما تنطبق عليها الشروط الحالية اللي تتعلق بالخدمة الإسكانية أو باستحقاق الخدمة الإسكانية. لو تحدثينا عن فكرة هذه المشروع والمراحل الأولية لولادة هذه الفكرة عندكم كمجلس أعلى للمرأة والتعاون الأولي بينكم وبين وزارة الإسكان في هذا الصدد. طبعا فكرة المشروع جاءت من خلال رصد مركز دعم المرأة للحالات اللي كانت تينا تطلب المساعدة فيما يتعلق بالخدمة الإسكانية كونها لم تستطع الحصول على طلب إسكاني لأنها ما تنطبق عليها شروط التقدم للطلب. طبعا فكرة المشروع أن هذه الفئة اللي هي أصلا ما تنطبق عليها معايير الخدمة الإسكانية أن تقدم لها خدمة إسكانية من نوع آخر وهي خدمة حق انتفاع دون تملك. الهدف منها أن احنا نضمن لها حياة كريمة تستفيد من الخدمة الإسكانية طول ما هي عايشة أو طول ما وضعها الاجتماعي في هذا الوضع اللي ما ما يسمح لها أن هي تستفيد من الخدمة الإسكانية. في حال أن هي تغير وضعها الاجتماعي ففي ذاك الحال سواء تزوجت أو تغير وضعها على سبيل المثال أن هي مثلا تزوجت إذا كانت عزباء أو مطلقة ففي هاي الحالة من حق وزارة الإسكان أن هي تسترجع هذه الوحدة أو هاي الشقة عشان تستفيد منها امرأة ثانية في نفس وضعها السابق. إذن أم محمد ومجاز إذن يعني هناك نساء مستفيدات حاليا من مشروع مساكن ولكن في إطار هذا المشروع فقط؟ لا لحد الحين مشروع مساكن ما جهز يعني ما الحين جهز. الحين أهم وزارة الإسكان ما قصروا وقاعدين يشتغلون على إنشاء المبنى ويحاولون أنهم يستعجلون إصدار القرار الفئة الخامسة وبعدين إن شاء الله عقب ما يجهز المشروع ونوضعت للمعايير بشكل رسمي واضحة بيبتدي
التسليم والاستفادة. جميل. إذا راح ننتقل للشيخة حصة ونتعرف على المرحلة اللي وصلت لها وزارة الإسكان الآن في هذا المشروع. أكيد يعني هذا المشروع هو بمثابة يعني بشارة خير للعديد من النساء اللي يستمعون لنا في هذه اللحظة، لأنه راح يغطي العديد من الفئات مثل ما قلنا اللي ما تنطبق عليها الخدمة الإسكانية. وين وصلت وزارة الإسكان في هذا المشروع، ومتى موعد القرار المتوقع للفئة الخامسة، وكذلك موعد التفعيل المتوقع لمشروع مساكن؟ طبعا المشروع يعني مثل ما تفضلت أختي رنا، تم تدشينه من قبل صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، ومثل ما قلنا هو مشروع مشترك بين الوزارة والمجلس الأعلى. هو يعني اللي احنا نبي نتكلم عنه ان هناك جانبين، يعني مثل ما يمكن تبين هناك الجانب المتعلق بمعايير الاستحقاق للاستفادة من هذه المشروع، وكذلك الجانب الفني المتعلق بإنشاء ويعني تجهيز هذه المباني او المبنى ذي اللي راح يتم الاستفادة منه. بالنسبة حق يعني احنا مثل ما يقولون شغالين على الجانبين بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة. الجانب المتعلق بالإنشاء يعني قاعد يتم العمل على إنشاء هذه المباني، لكن مثلا قضية أن مثلا يعني وكذلك المعايير يعني قاعد تم العمل عليها، وهي مسألة مجرد يعني مسألة أنه يعني أعتقد أنه لما يتم الانتهاء من إنشاء هذه وتكون جاهزة راح يكون المعايير راح تكون يعني جاهزة كذلك. فإذا اللي يعطل هذا المشروع فقط هو قضية الانتهاء من إنشاء المبنى، بمجرد إنشاء المبنى راح يفعل بشكل رسمي بإذن الله. إيه نعم، هي يعني مسألة الانتهاء من هذا الشيء وراح يتم تفعيله فور يعني الانتهاء من مرحلة الإنشاء بإذن الله. إذا نستقبل أيضا مكالمة أخرى من إحدى المستمعات على 17-684-888، وكذلك على 17-683-191. معانا أم علي. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. أنا كانت عندي شكوى بالنسبة للمسكن، عندي قضية وتوصلت بالإذاعة وما حصلت حد الحين. طيب شنو قضيتك شو علي؟ أنا مطلقة وحاضنة لي 5 أولاد، وكان عندي طلب إسكاني من 2008 سنوات تقريبا. طبعا الخمسة ما يشتغلون وفي رعايتي أنا، وكنت أتواصل مع الإسكان بخصوص طلبي بصورة متواصلة. تفاجأت طبعا أنه باتصال يعني قالوا لي طلبك مجمد. لما تواصلت مع الإسكان ورحت لهم قالوا لي إيه، لأن راتبك فوق التسمية. زين شنو الحل البديل؟ أنا قاعدة في شقة إيجار. فشنو الحل بيكون؟ فالشؤون القانونية أعطوني 3 خيارات والكل 3 الخيارات ما تناسبني بالنسبة لوضعي. شنو هي الخيارات اللي أعطوك إياها؟ قالوا لي إما تقدمين طلب بنا وهي جديد يكون. وأنا ما عندي أرض، أو تقدمين طلب أرض قسيمة طلب جديد يكون. طبعا أنا حين 53 لحد ما يصير طلبي ما بيكون لي أي مجال أنا حتى أبني الأرض هذه. شنو الخيار الثالث؟ السكن الاجتماعي. السكن الاجتماعي اللي يشترطون لازم 45 سنة وأنا حين 53، يعني في كل الأحوال أنا ما أقدر أحصل ولا على شيء من الإسكان. وأنا مواطنة وأخدم الوزارة التربية من 30 سنة، فما لي أي مجال حق عيالي ولا شيء. طيب إحنا رح نسمع تعليق الأخوات ضيفاتنا الكريمات عندنا في الاستوديو سواء من المجلس الأعلى للمرأة أو من وزارة الإسكان. تحياتنا لك يا علي. مشكور أختي. إذن قضية أم علي أيضا قضية تعبر عن فئة من المواطنات اللي قد تكون رواتبهم أعلى من 900 دينار، فبالتالي ما يستحقون وحدة سكنية. هذه قضية أيضا مثار جدل مو فقط عند النساء وأيضا إنما أيضا عند الرجال، عند المستفيدين من الخدمات الإسكانية من الرجال. القضية الثانية العمر، أن أم علي وصلت إلى عمر متأخر جدا، ما راح تكون استفادتها فعلية لو حصلت على أرض أو قرض بناء مثلا في هذا العمر، لأن هي ودها أن تستقر في هذا العمر وهي على وشك التقاعد. فشنو تعليقكم على قضية الأخت أم علي؟
أنا ببتدي بالنقطة الثانية اللي هي قضية العمر. هي إذا بما أنها أم علي يعني طافت السن وعندها أبنائها يمكن يعني ما أعرف بالضبط تفاصيل الوضع يعني لكن يمكن أبنائها يشتغلون ويكونون أهما مؤهلين أنهما يستفيدون من الخدمة الإسكانية. هي على حد تعبيرها أم علي أن أبنائها الخمسة هي تعيلهم يعني ما في أي شخص منهم يشتغل بنفسه. إذا هي تعيلهم وهي فوق السن اللي تستحق المفروض أن مشروع المساكن والخدمة والفئة الخامسة بيخدمها لما يصدر القرار، لكن مشروع مساكن هو مشروع حق انتفاع دون تملك. لأن أتوقع أن ليش صار بهاي الطريقة لأن هي حتى لو عندها أبناء تعيلهم وهي فوق السن أبنائها مرادهم بيشتغلون وبيكونون هم مواطنين يستحقون الخدمة الإسكانية، فعشان كذي هي بتكون من درجة تحت الفئة الخامسة حق امتلاك حق انتفاع دون تملك. طيب الشيخة حصة سقف الموضوع من قبل وزارة الإسكان وهو 900 دينار ما يقتصر فقط على راتب صاحب الطلب وإنما هو أيضا مجموع راتبي الزوج والزوجة فيما يعرف بالدمج بين راتب الزوج والزوجة، وهو أحد المعايير التي تحدد استحقاق المواطن لوحدة سكنية على وجه التحديد. لو توضحين لنا تفاصيل معيار الدمج بين راتبي الزوج والزوجة ودوافع وزارة الإسكان في هذا الدمج. واضح يعني من الدستور والقرار أو القوانين والقرارات هي خدمة تقدم للذوي الدخل المحدود وليس يعني مفتوح، فكان واجب أنه يتم تحديد يعني سقف معين أو آلية معينة خلينا نقول لقبول هذه الطلبات. قضية الدمج مثل ما تفضلت يعني قضية يعني أعتقد أنها قضية ساخنة جدا لأن تم يعني يتم طرحها يعني يمكن بشكل يعني دوري وبشكل مستمر أنه يعني أن في هناك يعني من يعترض على يعني دمج راتب الزوج والزوجة، لكن وايد مهم أن إحنا لما نتعامل مع الأسرة يعني والاثنين مع بعض. نعم في بعض الحالات أعتقد بأن يعني من غير المجدي أن إحنا نأخذ هذا الشيء، ولكن لما نضع المعايير إحنا ما ننظر للاستثناء، ننظر لوضع قاعدة عامة تنطبق على الجميع. ومثل ما يعني 900 دينار يعني وضعت على يعني لأن إحنا نفترض بأن منهم فوق 900 دينار يستطيعون أن يلجؤون إلى جوانب أخرى، ولكن مو معناته أن هذا الشيء يعني ثابت أو غير قابل للتغيير، لأن الحين مثلا من خلال الدراسات اللي قاعدين ننظر لها نرى بأن يعني مثلا 900 دينار يمكن تكون يعني مثلا كسقف قليلة جدا، وممكن يعني فهي هذه ممكن تتغير يعني، ولكن يعتمد كذلك على الدراسات والمؤشرات اللي يتم بنائها، لأن يجب لازم تحديد أو ربط السقف كذلك بالجوانب الاجتماعية الاقتصادية كذلك في البلد، يعني أساس نعرف أن احنا من هم يعني اللي يعني لا يستطيعون أن هم يعني أو يمكن هناك سقف آخر، فإحنا قائمين على دراسة هذه الأمور، ولكن يجب أهم شيء عندنا أن هي مو بتكون تحديدها بس مجرد أن يعني يوضع رقم معين أو كذلك، يعني مثل ما قلت يعني لما تم وضع هذا السقف تم بناء على دراسة اجتماعية اقتصادية وتم يعني إسنادها لمعلومات موجودة متوفرة عندنا في أجهزة الدولة عن الوضع الاقتصادي الاجتماعي للأسر البحرينية. طيب رح نستمع إلى مجموعة من آراء المواطنين اللي توجه لهم الزميل يحيى العمري واستطلع آراءهم حول قرار دمج راتبي الزوج والزوجة لتحديد مدى استحقاق المواطن للخدمات الإسكانية. نستمع إلى آراء المواطنين ونرجع من بعدها للتعليق. طبعا قرار دمج راتب الزوج والزوجة هو قرار مجحف في حق الأسرة، لأن يحرم أسر كثيرة من ذوي الدخل المحدود من الاستفادة من حقهم في الوحدة الإسكانية، وأيضا يتنافى مع توصيات حوار التوافق الوطني التي أوصت بفصل الراتبين
وأن يكون الحد الأدنى من الاستفادة للوحدة السكنية 1500 دينار. ولا يزال هذا الموضوع في الحقيقة يراوح مكانه في اللجان الوزارية، ونتمنى أن يصدر قرار ينفذ توصيات الحوار التوافق الوطني بأسرع وقت ممكن. وهذا بصراحة موضوع شاغل الناس وشاغل الشارع، ونتمنى أن تلتفت الحكومة له بشكل أكبر. والله أنا أيد اندماج الراتبين، وأن الأشخاص الاثنين يطلعون بيت واحد، وبعدين لو كان طلب الإسكان يعني راح ما بيأثر، لأن خلاص هو الطلب الأساسي لهم هما أنهم يحصلون بيت، فلما يحصلون بيت خلاص انحلت مشكلتهم، فما بدا ما في داعي يفكر في الاسكان ولا غيره، لان كذي مطلوب وكذي مطلوب. المراه ما راح تنظلم، لان المراه راح يكون لها نصيب في البيت. موضوع يعني احنا ليش نحط خطا وصح على المواطن؟ ليش احنا ما نقول الحكومه نفسها هي لازم تعيد يعني تعديل تفكير كامل وهيكله الموضوع كامل، وتفصل الاثنين عن بعض؟ لأنك أنت المواطن لما يحط الراتب ذي مع الراتب الثاني على أساس شنو؟ على أساس أنه هو يسوي شيء في حياته. لأن اليوم راتب الشخص خلينا نقول لو كان راتب 700-800 دينار ما بتغطي في أمور كثيرة، فبيحتاج أنه هو يرفعه من مستوى المدخول المالي، وعلى هالأساس بيبتدي أنه يحط راتب زوجته معه. أنا معارض لموضوع الدمج بالكامل، لأن مجموع الراتبين اللي هو مجموع راتب الزوج والزوجة اللي أنت منجوم لازم يكون 900 دينار، وهذه توجه من وزارة الإسكان وتوجه من الدولة. المفروض أن الدولة تكون تشجع التحصيل العلمي، وتشجع الناس أن يكونون خريجين جامعة، وتشجع أن هم يكونون يحصلون أعلى الرواتب وأعلى الوظائف. وإذا كانوا هم تخرجين جامعة حاصلين التحصيل العلمي العالي، فبيكون راتبهم فوق 900 دينار يندمجون ويا بعض، وهذه شيء في وجهة نظري أنا الشخصية شيء خاطئ. يعني المفروض الدولة تدعم الشباب، تدعم تحصيلهم معيشة. إذن استمعنا وياكم مستمعينا الكرام وبصحبة ضيفتينا الكريمتين إلى مجموعة من آراء المواطنين المتعلقة بقرار دمج راتبي الزوج والزوجة لتحديد استحقاق المواطن للخدمات الإسكانية المقدمة بشكل رسمي من وزارة الإسكان. حابين نسمع تعليقكم ضيفاتنا على هذا الاستطلاع. طبعا شاكرين لكم لهذه الاستطلاع، واحنا دائما يهمنا ان احنا نسمع يعني من المواطن آراءه، وفعلا يعني كانت هناك بعض الملاحظات المهمة اللي يعني لم تغفل الوزارة عن اخذها في الحسبان. بالنسبة حق يعني اللي هو توصيات يعني حوار التوافق الوطني حق يعني رفع السقف إلى 1500 دينار، أنا يعني مثل ما ذكرت سابقا وايد مهم أن احنا لا ننظر للرقم، أن احنا ننظر للقدرة الشرائية للفرد، أو يعني يقوم وضع سقف قدرة الأسرة على أن هي تحصل بيت. نحن في وزارة الإسكان أعتقد يعني من خلال مشاريعنا وبالذات في خلينا نقول السنوات السابقة كان التركيز على توفير وتسهيل الجوانب الأخرى، بحيث أنه لا يكون بس الاعتماد مجرد على الخدمة الإسكانية. يعني هي قضية تنسيقية تتطلب إلى كثير من العمل اليوم لتوفير هذه الخيارات في المستقبل. ومثل ما قلت يعني الاعتماد على يعني الحكومة بشكل عام في أي مكان في العالم مطلع. لتوفير ذي مو مؤشر صحي. يعني لما الدولة يعني توفر ونشوف إن بس اللي يستفيدون ومضطرين يعني اللي يستفيدون هم يعني فئة معينة أو دون يعني ما يطلعون يعني أعلى من فئة معينة من حيث السقف الراتب. جميل. إذن هذه أكيد يقودنا إلى أن المشكلة الإسكانية هي ملف شائك، مشكلة ضخمة
ما راح تكون يعني بقدر حجم هذه المشكلة، بقدر حجم الحلول التي تتمكن من تأطير هذه المشكلة والقضاء عليها. ما راح تكون الحلول في يوم وليلة مثل ما نقول، ما راح تكون الحلول مقتصرة على جهة واحدة وهي وزارة الإسكان أو الجانب الرسمي الأول المعني بالقضية الإسكانية في البحرين، ولا راح تكون الحلول مقتصرة على نوع واحد من الحل. أكيد مثل ما ذكرتي تنويع الخيارات وتنويع الحلول، تضافر القطاع الحكومي والخاص، أيضا هناك جهات رسمية أخرى غير وزارة الإسكان يجب أن تضع حلول لقضية مثلا مستوى دخل المواطن، وهل هو يواكب بالفعل تضاعف وارتفاع الأسعار. هذه أيضا قضية مهمة يمكن ما لها علاقة وزارة الإسكان بشكل مباشر فيها، وأكيد الجهات الأخرى لابد أن هي تتعاون في هذه القضية. وأود أضيف يعني شغلة، يعني ساعات لما أشوف الأعداد الطلبات اللي قاعدة تزيد، يعني في كثير من الناس تقول أو يعني الطلبات قاعدة تزيد وكذا، أقولهم بالعكس هذه مؤشر جيد، يمكن إحنا الخدمة اللي نوفرها يمكن أفضل كذلك من الـ من الـ من ما هو موجود في السوق، يعني من حيث جودة ال الذي بس يعني الحقيقة أنه يعني يجب أنه هو ينظر في كافة هذه الجوانب. لما ننظر للخدمة الإسكانية المواطن دائما يعني محل نظر وآراءه ويعني وهمومه دائما يعني تأخذ في الحسبان، وإن كانت ما تبين يعني مباشرة بالنسبة له، ولكن دائما يعني بالأخص في الوزارة يعني وزارة الإسكان يعني تأخذ في الحسبان ودائما يتم التعامل معها، وراح يشوفون مثل ما يقولون نتيجة هذه الأشياء وإن كان بعد حين. أكيد، وأكبر دليل على هذا الكلام بالفعل شيخة حصة هو التنويع في الحلول الإسكانية اللي شهدنا في السنوات الأخيرة. نحب أيضا أن احنا نتكلم عن قضية أخرى، عن قضية الملف الإسكاني الخليجي، الدائرة الأوسع. أكيد منطقة الخليج العربي لديها تجارب متعددة في دولها الست فيما يتعلق بالملف الإسكاني. حابين أن احنا نطلع على تجربة مجاورة من دولة شقيقة هي دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك نتعرف على التحديات أو أبرز التحديات التي تواجه المرأة فيما يتعلق بالملف الإسكاني بشكل عام. راح تكون بصحبتنا عبر الهاتف المهندس عايش المدفع، مدير إدارة الإسكان بوزارة الأشغال العامة بدولة الإمارات العربية المتحدة. نمسي عليك بالخير أستاذة عايشة، ونرحب فيك معنا عبر أثير إذاعة البحرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بداية أشكر دولة البحرين على الاهتمام الذي توليه في متابعة قضايا الإسكانية وبشكل خاص فيما يتعلق بالمرأة الخليجية. لا شكر على واجب. بداية أستاذة عايشة، فيما يتعلق بالملف الإسكاني في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي أكيد تجربة لها خصوصيتها ولها مميزاتها وإيجابياتها، أكيد كيف تتفاعلون أو كيف تسخرون اهتمامكم للمرأة الإماراتية تحديدا فيما يتعلق بالملف الإسكاني واستفادتها من الخدمات الإسكانية؟ طبعا دولة الإمارات بقيادة الرشيدة يعني أولت اهتمام خاص بالمرأة في توفير جميع سبل الراحة، وذلك يعني نحن نلاحظ من خلال توفير أو تخصيص منح سكنية لجميع الفئات سواء منها المطلقة أو الأرملة، وندمجهم دمجها جميعا ضمن المجمعات السكنية العامة، وذلك يعني أسوة بباقي الفئات، وإعطائها فرصة الاختيار لنماذج يعني المسكن، وذلك يعني حسب الحجم وحسب عدد أفراد أسرتها، ودمجها خلال المجمعات السكنية وقربها من الخدمات توفير لسبل الراحة لها. جميل. طيب أستاذة عايشة، بالحديث عن الدائرة الأوسع مثل ما ذكرنا وهي القضية الإسكانية الخليجية، من وجهة نظرك شنو أبرز التحديات اللي تواجه المرأة في الحصول على الخدمات الإسكانية فيما يتعلق بالملف الإسكاني الخليجي بشكل عام؟ في هالنقطة يعني أول شيء إحنا ضمان حقوقها في حالات طلاقها وحصولها على مسكن خاص بها. في السابق كانت يعني في النظرة يعني نحن يعني نحاول نمحو هاي النظرة المجتمع السائدة سابقا فيما يخص المطلقة والأرملة، وذلك بإعطائها حقوقها كاملة وتوفير جميع سبل الراحة والمتطلبات لها. سابقا كانت تخصص مناطق سكنية يعني للمطلقات وللأرامل في مساحات مختلفة. حاليا يعني اتجاهنا نحن دمجها في المجمعات السكنية و إعطائها واجهات وتوفير مثلا الطرق وتوفير المدارس لقربها، لأن تدرين يعني هالمطلقة تكون حاضنة والأرملة تكون حاضنة،
فطبعا يعني يمكن في عدم غياب الرجل يعني نوفر لها اقرب يعني خدمات قريبه لها تكون ان شاء الله يعني تحصل عليها وتوفرها سبل الراحه في المكان اللي هي بتكون فيه. جميل. الأستاذة عائشة المدفع، مدير إدارة الأسكان بوزارة الأشغال العامة بدولة الإمارات العربية المتحدة، شكرا جزيلا لك على انضمامك لنا عبر الهاتف. تحياتنا لكم، نتمنى لكم كل التوفيق في جهودكم فيما يتعلق بالقضية الأسكانية. يعطيكم ألف عافية. الله يعافيك، مشكورين، الله يسلمك، مع السلامة. الأستاذة رنا خليفة، في ختام هذا اللقاء، أكيد الدور لا يقع فقط على عاتق وزارة الأسكان أو المجلس الأعلى للمرأة أو المؤسسات الرسمية والأجهزة الحكومية والرسمية في مملكة البحرين في حل القضية الأسكانية، تحديدا فيما يتعلق بالنساء وبالفئات الخاصة من النساء اللي تحتاج إلى خدمة أسكانية توفر لها المسكن اللائق والكريم، إنما كذلك هناك أدوار أخرى تقع على عاتق مؤسسات المجتمع المدني والجهات الأهلية في مملكة البحرين. وجهة نظرك شنو هذا الدور؟ طبعا مؤسسات المجتمع المدني بحكم طبيعتها أن هي تكون أقرب حق الشرائح المجتمع من المؤسسات الرسمية، تقدر أن هي تتلمس الاحتياجات اللي تحتاجها فئات المجتمع باختلاف أعمارها، سواء كانت مرأة أو رجل، وهي نقدر نقول أنها بتكون يقع عليها دور أن تكون الألارم أو المنبه اللي تنبه المؤسسات الرسمية للاحتياجات هذه الفئات اللي ممكن أن تكون المؤسسات الرسمية غافلة عنها. فيعني لو عندها الجمعيات فكرة عن هذه المشاريع بتوعي اللي يونها. بالفعل، والهدف من هذه التوعية وهو الأهم ليس مجرد مجاملة لجهة حكومية أو رسمية، وإنما طرح حلول. تبيان حقيقة الحلول الموجودة، موجودة اللي يمكن احنا غافلين عنها الموجودة. ونعتقد فقط أن حل المشكلة الإسكانية يكمن في الوحدة السكنية اللي تقدمها وزارة الإسكان، ما نكون واعيين أن هناك عشرات الحلول الأخرى اللي يمكن تكون أسهل للمواطن من حل الوحدة السكنية وأنسب له أيضا ولمستوى المعيشي والاجتماعي وغيره. راح نختتم معاكم باستعراض سؤال وسائل التواصل الاجتماعي اللي طرحناه عبر وسائل التواصل الاجتماعي وحسابات المجلس الأعلى للمرأة في مختلف هذه الوسائل. طرحنا سؤال يقول: ما هو رأيك في استفادة المرأة غير الحاضنة من الخدمات الإسكانية بشكل مؤقت؟ الإجابات جاءت كالآتي: 53% من المشاركين في هذا السؤال يؤيدون بشكل تام استفادة المرأة غير الحاضنة من الخدمات الإسكانية، 40% يؤيدون في حالات خاصة، يقيدون هذا التأييد بمعنى آخر، و7% من المشاركين لا يؤيدون استفادة المرأة غير الحاضنة من الخدمات الإسكانية. فإذا هذا يشير لنا بشكل مباشر إلى أهمية استحداث الفئة الخامسة اللي تشمل كذلك المرأة غير الحاضنة والاستفادة من الخدمات الإسكانية. احنا في ختام هذه الحلقة جزيل الشكر نوجهه وجزيل الامتنان كذلك لضيفتين العزيزتين الأستاذة رنا خليفة، مدير مركز دعم المرأة بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة، وكذلك الشيخة حصة الخليفة، مدير إدارة السياسات الإسكانية وتخطيط الاستراتيجي بوزارة الإسكان ورئيس لجنة تكافؤ الفرص بالوزارة. تحدثنا معاكم وحصلنا على العديد والعديد من المعلومات والرؤى والتوجهات المستقبلية التعاونية بين وزارة الإسكان والمجلس الأعلى للمرأة فيما يتعلق بالقضية الإسكانية وحصول واستفادة المرأة البحرينية على الخدمات الإسكانية. شكرا جزيلا لكم. شكرين، يعطيكم العافية. إذن مستمعينا الكرام، في نهاية هذه الحلقة من تكافؤ نقدم لكم أجمل التحيات من فريق العمل اللي صاحبكم في هذه الساعة الإذاعية، والتحية الأولى من الإشراف العام ومن التقديم مني مريم فقيهي، من استطلاعات الرأي يحييكم يحيى العمري، ومن الإخراج هذه تحيات عيسى المطوع. نلتقيكم بإذن الله في الأسبوع المقبل وحلقة جديدة من تكافؤ. إلى اللقاء.